شروط البيع. المعاينة أساس البيع. وحضورك هنا يبقى إقرار منك أنت عينت المكان كله قبل ما تيجي هنا. التأمين المؤقت لا لازم اللي يشتغل معايا يكون معاه وصل تأمين 100,000 جنيه ومعاه كراسة المزاد. واللي يرسي عليه ما يرسي عليه الصفقة يدفع 10% من قيمة العقد من لمدة 3 سنوات، أول 3 سنوات يدفع 10% من قيمة الثلاث سنوات. ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد. أيهما أفضل؟ وبزيادة سنوية قدرها 5% اعتبارا من السنة التالية. وفي حالة تأخر الرسالة على المعلن المزاد عن سداد أي قسط في مواعيد استحقاقه يتم احتساب تعويض يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري على الفترة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد. الاستلام يلتزم الرئيس عليه المزاد باستلام المبنى خلال فترة لا تتجاوز شهر كحد أقصى من تاريخ اختياره وموافقة السلطة المختصة باعتماد الترسية. وفي حالة عدم الاستلام في المواعيد المحددة يتم إعادة الطرح للإيجار على حساب الرئيس عليه المزاد من جديد مع حفظ حق الجهة الإدارية في فروق الأسعار والمصروفات الإدارية المقررة عن البيع الجديد وكافة التعويضات المستحقة ولا ترد إليه أي زيادة قد تحققت في قيمة الإيجار. 3 مليون بزيادة 3.5 مليون عنده سعر انت موافق عليه موافق مش موافق خالص 4 مليون و4 مليون في السنة 1 2 5 مليون و4 مليون في السنة 1 2 في زيادة اجت منين يا استاذ؟ هو معاه سعر عدد زياده انت هو بيزود عدد زياده عدد زياده مرتبه من المسافات عندك سعر اساسي السعر اللي بيدوا لك اساسي مش هينفذ معاك مش مشكله يعني. بس احنا نقول اللي بعده نقول اللي بعده مش هتبيع ما وصلناش للسعر الاساسي عندك زياده 4 مليون حد عنده زياده 4 مليون حد عنده زياده اللي بقى لك موافقة الجهة المالية حضور عدنا مسؤولية عن محافظة في هذا الشأن لا يجوز الرأس عليه المزاد بلازمة على التعاقد كليا أو جزئيا للموافقة الإيجابية من المحافظة والشروط والأوضاع التي تقرها المحافظة القوانين القانون والتنظيم والأوصاف والمزايدات الصادر بقانون رقم 89 سنة 98 ولا يحدث تنفيذيا وكراسة الشروط المكملان للعقد. في زيادة عن 500 السنة الواحدة 525 550 بريك لنا بقى 800,000 في زيادة عن 800,000 في زيادة عن 800,000 في زيادة حضرت عن 800,000 في السنة. المهندس السيد محمود محمد رئيس اللجنة المالية رئيس الإدارة المركزية للمبيعات النهاردة مع انتهاء جلسة مزايدة علنية على أوبرا بورسعيد المركز الثقافي والكازينو العائم في محافظة بورسعيد واللي صار حواليهم العديد من الجدل إلى ما انتهى إليه المزاد النهاردة والإجراءات المتبعة. عدد المزادين مش كتير اتنين بس اتقدموا واشتروا كراسة وهم عشان اتنين بس مفيش منافسة جديدة فما جابش السعر الأساسي فإن شاء الله نعيد النظر في السعر الأساسي تاني وخلال شهر ننزل الإعلان وننزل وبالنسبة لكازم الجزيرة نزل ما جاش إلا واحد بس دفع التأمين واشترى كراسة وبالتالي غير قانوني لازم يكون اتنين أو ثلاثة علشان نقدر نزيد معاهم وبذلك اتلغى المزاد علشان عدد المزادين بالنسبه لكازينو الجزيره مش كافي واحد بس اللي قدم التأمين هو السعر الاساسي عشان نقدر نعرض على السلطه المختصه وعلى اللجنه اللي قامت بالتأمين علشان تبدا تتمم من جديد وطبعا خدنا كل الملاحظات اللي قدم بها المتزايدين بالنسبه في بعض الحاجات هم كان لهم عليها تعليق
فاخدنا بقى الملاحظات وهنقدم بيه مذكره ونرفع صوت المختصه بحيث ان الحاجات اي ملاحظات تتلاشى وبعدين ان شاء الله يتاجر خلال الشهر الجاي. كافة جدا بالنسبه للاعلان ليه؟ لان احنا جهه مختصه فاكثر الناس المتزايدين اي متزايد بيبقى عارف احنا هننزل ايه قبل اصلا ما ننزل الاعلان. فطبقا القانون احنا بنشتغل بالقانون، القانون 10 ايام مده الاعلان واحنا نزلنا فعلا في تقصير مده من 5 ايام. احنا نزلنا الاعلان والاعلانات كانت الكراسات كانت نازله من قبل الاعلان. لجنة المسؤولة عن الطرح دلوقتي لجنة استغلال الأماكن غير المستغلة بالدولة هي المكلفة من رئيس الوزراء إن هي تقوم بطرح جميع الأماكن غير المستغلة بالدولة للبيع أو للإيجار. فدي اللجنة هي اللي قامت بطرح الحاجة. طبعا أسندت الطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الهيئة العامة للخدمات الحكومية اللي قامت بكل الإيه جميع إجراءات الجلسة. نحاول ان احنا نزود مساحه الاعلانات شويه وننزل ونعرض على المستثمرين اكثر من المستثمرين ناخد لهم قائمه من المحافظه ونبعت لهم جوابات بحيث ان هم يحضروا جلسه الميزان ونعيد الجلسه ومع مراعاه كل الملاحظات اللي نزلت مع الساده اللي قدموا ملاحظات. نحاول نشوف هل الملاحظات دي سليمه، لو كانت سليمه نراعيها ان شاء الله في الميزان اللي جاي وان شاء الله تتاجر. المستثمرين مقدمين عروض هنا في المحافظه من زمان وكلهم عارفين ان الحاجه دي نازله. اغلب المستثمرين الموجودين قدموا عروض قبل كده للمحافظه وهم واخدين علم بان الحاجه دي هتنزل مزاد عليهم. لا ان شاء الله اللجنه هنعرض بس الملاحظات اللي هي اللي هم قدموها ونحاول ان احنا نتلاشاها بحيث ان هم يدخلوا جلسه المزاد يعني ويزايدوا ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله.